عسلامة، مرحبا بكم. جيتكم اليوم بخبزة جاتو سهلة مهلة، ثلاثة طبقات أما عالية 7 سنتيمتر بنينة، وتهبل صدقوني في البنة، تهبل تهبل طرية في الفم من غير سيرو من غير حد شيء. هي رسيت برو، لكنها راهي سهلة ما تفجعوش، سهلة وفي ساعة تعملوها تقريبا، في ساعتين ثلاثة سوايع تكون حاضرة. نمر مع بعضنا الوصفة، ما تنسوش لايك وتعليق باش نوريكم الجينوازة اللي ديجا عملت لها فيديو خاص. أما ما يسالش نعاودها، باش نعملو 4 بيضات باردين ولا بحرارة الغرفة مش مهم. 25 غرام جيلك اللي هو نصف ملعقة أكل، 500 غرام سكر اللي هما 4 ملاعق أكل، 25 غرام كاكاو اللي هو ملعقة أكل، 75 غرام فارينة اللي هي 3 ملاعق أكل. حسيلو نحطو خوها على بور مع رشة ملح و4 بيضات، نحطهم الكل مع بعضهم. بطبيعة الكاكاو ديما غربلوه مع الفارينة. روسيت هذي عندها فيديو راهي، اما انا هوكا باش نرتاحكم كل شي نقوله لكم هنا. تحبوا ترجعوا للي فيديو السابقة ارجعوا، بطبيعة فيها اكثر تفاصيل. هنا حركت بمغرفة باش ما يتناثرش كي نحرك بالباتور، بعد سرعة قصوى باش نحرك 4 دقائق يضاعف الحجم نتاعها مرتين. بعد 4 دقائق باش نزيد 2 ملاعق اكل ماء هاكا كيما تشوفوا فيه، نزيد ونكمل نخفق سرعة عالية دقيقة تقريبا يتجانس كل شيء بالقدا. هاكا القوام الماء يطريها بالقدا كتيب، وفي نفس الوقت يخليها جارية شوية ومطلوقة. جبت بلاتو 30 على 40 تنجمو متاع الكوشة، دهنتو بالزيت، حطيت البابي كويسون، راهو لابد من البابي كويسون. من بعد نبسط الخلوط نتاعي على طول البلاتو. انا البيضات اللي عندي كبار باش يفضلي منه شوية، والحقيقة كيف ضلي منه شوية هاوكا احتاجتهم تو تشوفوه من بعد. انتو ما تنجموا تكوموه، معناها ما تنحوش الزوائد، تحاولوا تسواها وكاو. انا اللي فضلي عملت بيه بلاتو 20 على 20، طيبتهم فور 200 درجة، نار فوق وتحت الرف الاوسط، 10 دقائق بالتمام والكمال. هاوكا يعمل شوية لون احمر، زادك تحط صبعك ما يغطسش، يبدأ منفج تطلع هاكا كما تشوفوا، وشايح في نفس الوقت. نغطي عليها بمنديلة تقريبا 3 دقائق تتنحى السخانة القوية. من بعد نعريها ونجيب سكينة ونسرحها من الجناب. هذه أستيس صغيرة بسيطة تشوفوا فيها اما دي بيتون تراهي مهمة برشا، خاطر في الاجناب ما فماش بابي كويسون ممكن تلزقنا. من بعد نغطيها بالمنديلة، نجيب صينية زادة اكبر منها ونقلبها. نهز البلاتو تكون سي سلحت من البلاتو كما تشوفوا فيها. نكمل نغطي عليها، هي هنا مازالت سخونة، ونخليها تبرد فعقلها. في الأثناء عندي 100 غرام بوفريوة اللي هو البندق نوازيت، حمرتهم في الفور 180 درجة، وساعة ساعة نحرك كل 3 دقائق نحرك، حمارو بالقدي بالقدي الوين يولي لونهم بني بالقشرة متاعهم باش نرحيهم نردهم بات نوازيت عجينة البندق. من بعد باش نمشو للكريم موسلين، ديجا عملتها معاكم اما باش نعاود لكم. هنا الكمية مختلفة على اللي عملتها معاكم سابقا. هنا المقادير بوفريوة رحيتها كما شفتوا بات عجينة، زادة ماذا بينا وقت اللي نرحوها باش تكون سخونة خلوها تبرد بحرارة الغرفة. بالنسبة للزبدة حشتنا 350 غرام بحرارة الغرفة، نحاولوا نحركوهم نعملوهم اون بوماد كما تشوفوا. مارغرين انا عملت، انتو ما تحبوا تعملوا حيوانية عادي. وبالنسبة للكريم باتيسير انا هنا عملت ايترا غير ربع حليب، عملت عليهم 112 كريم بودر اللي هي كريم باتيسير، عملت عليهم 190، انا عملت 210 غرام سكر وطيبتهم عادي كما نطيب الكريمة. حطيتهم في الصينية وبالسيليوفان غطيتهم، خليتهم يبردوا في الفريجيدير، من بعد خرجتهم باش يرجعوا بحرارة الغرفة
وكما تشوفوا وقت اللي راجعوا بحرارة الغرفة الزبدة زادت طرية، اخفقت الكريم رديتها وش يقولوها طرية سوبل رطبة كما كانت، حطيت ملعقتين في الزبدة، الطريقة هذه راهي تخليها ممرها متحبب، وخلطت بالكدا كما شفتوني. ومن بعد باش نقسم من بعد الزبدة باش نحطها على مرتين ونخفق سرعة عالية تقريبا دقيقتين لوين تتجانس الكمية الأولى، من بعد نرمي الكمية الثانية متاع الزبدة وزيد نخفق ثلاثة أربعة دقائق سرعة عالية، ومن بعد نحط البات نوازيت متاعي. يصدقوني راهي بنينة راهي بنينة راهي بنينة تهبل. حطيت البات نوازيت سرعة عالية كالعادة دقيقتين ما نفوتش، ومن بعد باش نوريكم أستيس الحقيقة تعلمتها جديدة كجربتها في هذه، وما شاء الله نحت لك الفقاعات ما جتني الجملة. بعد ما خفقتها سرعة عالية دقيقتين في اتجاه واحد كما تشوفوا، اتجنست بالقديل بات نوازيت مع الكريم الكل، وساعة ساعة نهبط لجناب راهو من الاول وانتو ما تخفقوا ساعة ساعة تهبطوا لجناب. نولي نهدي في السرعة بشوية بشوية وندور مرة على اليمين ومن بعد نرجع على اليسار، مرة على اليمين ومن بعد نرجع على اليسار. شنو الغاية منها؟ صدقوني معلمها لي حد وحدي تعلمتها. الغاية منها ننزع الفقاعات الهوائية. هاوكا هنا بعد ما كملت راهو حكيت ثلاثة دقائق، مرة ندور على اليمين مرة على اليسار، بعد ما سايي جانستهم هاوكا ما شاء الله ما جنيش فيها فقاعات وجتني مريقلة تهبل. قريت فورماسيونات لا عمرهم قالوا لي هالفازة هذه، هاوكا تعلمتها وحدي وحدي. صدقوني شوفوا ما شاء الله من غير فقاعات، هاوكا برغم هنا حاولت اني نحركها ناحي الفقاعات، اما ما شاء الله فرحت بالنتيجة. الأستيوس اللي عملتها ناحي الفقاعات تجيكم كريم موسلين رطبة من غير فقاعات تهبل. باهي نخلوها على جنب مش باش تدخلوها للثلاجة، وراهو ماذا بيكم الكريمة ما تخدموها كان سايب باش تعملوا المونتاج، خاطر الكريمة ما تحبش الفريجيدير تفسد في الفريجيدير، ماذا بيكم باش تعملوا المونتاج تعملوا وقتها الكريمة ما تعبش. هي كريم باتيسير فقط تعملوها على بكري. هنا كما تشوفوا قلبتها نزعت الكاغط ومن بعد قلبتها، ومن بعد باش نقسم انا بالسيرسو 20 على 20. انتوما عندي لكم حل، ما عندوش سيرسو تقسموا 20 على 20 زوز هكا عرض 10 وهي 40، تقسموا زوز مربعات 20 على 20، وزيد الاخرى تقسموها على زوز وتخدموا من غير بلاتو عادي جدا. بالنسبه لي انا السيرسو شريته الحقيقه باركوموند، اكلي ماهوش ايديال في القياس نتاعو، اكلي ديما ترسيلي زعما عندي شويه جينواز زايده نرجع بها، داك علاش انا عملت الطبقه اللي فضلت لي عملتها باش نحتاجها من بعد. حطيت الطبقه الاولى ديما القشره هي لوطا، وقسمت الكريم نتاعي على ثلاثه وخليت شويه الحقيقه فضل لي منها، قسمتها على ثلاثة صحافي وحطيت الصحفة الأولى اسويتها كما تشوفوا. راهي الكريمة ذي ما تقهمش راهي بنينة باش تجي عالية وراهي ما تقهمش ما تخافوش. كما قلت لكم سيرسوم تاعي فيه ديفو ما هوش 20 على 20 بالضبط، أكل يجيني فراغات، أكل اللي فضل لي هذيك هاوك احتاجته رجعت به الفضلات. بتبيع نحاول نقرص الجينواز على الكريم باش تجي مضبوطه وتجي لازقه بالقدا، وحطيت الصحفه الثانيه متاع الكريمه نسوي زياده هكا كيما تشوفوا ملعقه، ومن بعد الطبقه المزيانه اللي تبدا بها هي زاده الاخرى، ولو اني انا بلاتو خاطر المشكله في الواحد نتاعي السيرسو نتاعي مش حاجه ديما هكا رجعتها ونقرص بالقدا على الجينواز. ما سقيتش بالسيرو على خاطرها هشوشه ما شاء الله باش ناكلوها فيسه، صدقوني ما تحتاجش. اللهم انت باش تخدمها وتعرفها باش تبقى مده باش تتاكل اسقيها شويه حليب والا سيرو. من بعد حطيت ماهيش الصحفه الثالثه الكريم، حطيت شويه منها جست شويه طبقه رقيقه قدر زوز 3 مليمتر، سويتها بالكدا باش نزل للفريجو بيت الثلج 4 درجة 20 دقيقة.
بعد العشرين دقيقة باش نخدم الجناش. ديجا خدمته معاكم قبل، امان هنا الكمية مضبوطة، باش نخدم نص الكمية اللي هي 7.5 غرام. تو نكتبها لكم، مانيش حافظتها، هاكا تلقوها مكتوبة من بعد. وحطيت لها 50 غرام بركة شوكولا بعد ما غلال الزيت والحليب والكاكاو، غلو خذوا غلوة من غير ما ياخذوا برشا، جيست يغلو وقتها نطفي عليها، نحط الشوكولا 50 غرام ونحرك الذوب معايا، نخرج وقتها ديريكت الجاتو من الثلاجة بعد ما نذوب الشوكولاتة بالكدا بالكدا، خلوهاش تبرد، يلزم مازالت سخونة، على خاطر أكل 4 دراج اللي قعدت فيهم الجاتو في الثلاجة باش تتكنجل شوية، معناها الجناش يلزمو سخون. هنا حاولت نسوي أكثر، حاولت نهبط شوية خاطر مازلت شوية باش نحط الجناش، مازلت شوية حافة، حطيت الجناش بسرعة وسويت رو بالملعقة، تحركوها عادي جدا. بالنسبة للمقادير هاكا تنكتبها لكم، راهو وقت اللي تبدا نحكي عليها تو نكتبها لكم، وزيدا باش تلقوها في صندوق الوصف، وباش تلقوا الفيديوهات متاعها وحدها زيدا موجودة. سويتها وكل شيء، باش نرجعها لبيت الثلج، حكيت 5 دقائق فقط، يشد روحه بالكدا وخرجته بعد 5 دقائق. باش نحاول ننزعه، وبتبيع الشوكولا لازقة في السيرسو، نسرحها بسكينة، نسرح جيست القشرة متاع الشوكولاتة، ما تغطسوش السكينة، فهمتوا؟ من بعد نجبد يجي معايا. انا كي اللي يعرفوني يعرفوني في العادة نعمل المسكاج، وانا نخدم في السيرسو، المرة دي ما عملتش المسكاج، حبيت الجينواز تجي باينة، وحبيت ما نزينش وما نمسكيش بالكل. خدمة سهلة، خدمة سريعة، وحطيتها في بوش، عملت نورات في النص كما تشوفوا، جبت البابي دوري اللي هو ورق الذهب، حطيته كما جاء، حسيته وحده ما هوش مزيان، كذلك عملت روزاس صغيرة بنفس القمع متاع البيتي فور الصغير، وعملت زيدا شوية ورق الذهب فوقك الروزاس الكبيرة، الحصيل جت بيه. واللي احلى منها الحقيقه، اللي احلى منها راهي مطعمها، راهو بنين، راهو بنين. الكريم موسلين معناها عزه بالباتنوازيت ولا بالبرالينين وازيت، اما باتنوازيت تجيكم اقل حلاوه تجيكم خير، صدقوني روسيت تهبل. عملتها لعيد ميلاد ولد خويا، كل عام هو حي بخير. حاجه سامبل بسيطه عملنا بها شويه الحاسيلو، انا وديتكم بها تعملوها فيها شويه، سهلة مهلة ما تتطلبش حتى شيء، باش نوريكم زيادة وانا ناكل فيها. هنا راني شريت لها الفلفول، حبيت نزين بيه هاك القلوبة ديكا، كي ما زينتش حسيتها من غيره احلى، وقت اللي سايه باش نهزيله مشيت حطيتهم الفلفول، قلت يا اخي باش يطيشوا، ماهمش يطيشوا وين نحطهم، حاسيلها وكنقص فيها، وباش نوريكم قطعة صدقوني تقتل بالبنواش وشوذوا في الفم، وراهي راهي تبل 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 تبل، الكريم عالية وراهي بنينة ومتقهمش على ثمانتي، جربوها. انا وقت القصيت الجناش هبط شوية فهمتوا، اما عادي ماهيش مشكل، بالعكس الجناش راهو بنين. انا عملت باتا جلاس، انتو ما تنجموا تعملوا شوكولا كوفرتور، وكل واحد وش يحب، حاسيلو راهي تدوب في الفم، راهي بنينة، تنجموا تزيدوا نوازيت ترموها وتغطسوها في الكريم في الوسط، اما هكا صدقوني روعة. الحصيلو هذه رسيتنا، ودوا بيها احبابكم، ان شاء الله تعجبكم، بسلامة.